الفكره الاساسيه بتاعت الفيزي انكودنج الحقيقه معتمده على تو دايمنشن فوري ترانسفورم. انا دلوقتي لما جيت عملت الفريكوانسي انكودنج الايكويجن بتاعتي كانت كده. اوكي؟ لما اجي اشوف الايكويجن دي فين من التو دايمنشن فوري ترانسفورم هلاقي ان انا بيسكلي يعني الترم بتاع الكي واي في واي ده لو طلعته بره الانتجريشن ده هيبقى فعلا بيحقق لي الحاجه الثانيه اللي انا محتاجها عشان اجيب بقى الايه؟ التو دايمنشن فوري ترانسفورم اللي انا محتاجه. اوكي؟ فدلوقتي محتاج عشان اعمل بقى الجزء ده عشان اكمل الشكل بتاع التو دايمنشن فوري ترانسفورميشن ده، وبالتالي زي ما انا كنت بقول في الفوري ترانسفورميشن لو عرفت الفوري ترانسفورميشن اقدر اجيب السيجنال او اقدر اجيب الصوره. اوكي؟ لان العلاقه بينهم يونيك، يبقى معنى كده لازم الاقي طريقه ان انا احط ده في الايه؟ في الايكويجن بتاعتي. لو احنا بصينا على الشكل اللي موجود هنا دوت وبصيت على الجزء بتاع الاكوزيشن اللي هنا دوت، الجزء دوت كنا بنحط جريدينت في اثناء ما احنا بنعمل كولكشن للديتا. طب ده نحطه ازاي؟ الفكره بقى ان هنا ما اقدرش ان انا احطه في نفس الوقت الحقيقه، لان انا لو حطيت الاثنين في نفس الوقت هيبقى في الاخر هو شايف الايفكتيف جريدينت اللي هو مجموع الاثنين، فايفكتيفلي مش هقدر انكود غير في دايمنشن واحد باستعمال الفريكوانسي انكودنج. انما هنا لو انا قلت ان انا عايز اكواير عند كي واي معينه، طب انا ممكن اعمل كده، ممكن احط هنا فيز معتمد على يعني قيمه الكي واي اللي انا عاوزها دي بكام، يعني اكواير دي بقى كي واي ات ا تايم، يعني كل مره اكواير سنجل كي واي، ويبقى هنا بدل ما كان عندي دي حاجه كونتينوس لا ده تبقى ديسكريت، هتبقى معتمده على فاليو محدده الكي واي. لو فرضا حطيت هنا كي واي بتساوي صفر ايه اللي هيحصل هنا؟ كي واي بتساوي صفر معناها ايه؟ معناها ان دي بتساوي صفر، يبقى معناها الجزء ده كله كفيس تيرم هنا يساوي واحد، يبقى معنى كده فعليا اللي هيجي لي هو الفريكوانسي انكودنج، النتيجه بتاعت الفريكوانسي انكودنج هي اللي هتبقى موجوده. طبعا نفتكر ان احنا بناخد الزيرو فريكوانسي بيدينا السميشن بتاع السيجنال بتاعتنا. اوكي؟ فدي طبعا هي فعلا بتديني النقطه دي، يعني لما انا حطيت دي هنا بزيرو جابت لي فعلا الحاجه المقابله للزيرو فريكوانسي او زيرو سبيشال فريكوانسي بتاع الايه؟ بتاع الواي دايركشن. لما احط فاليوز ثانيه هنا بقى يبقى معناه ان انا بحط هنا فيز تيرم مختلف في الايه؟ في المكان ده. الفيز تيرم ده نقدر نحطه عن طريق ان احنا نخلي في عندنا جريدينت في اتجاه الواي نخليه يعمل بريسيشن لوقت معين او نخليه يلف شويه وبعد كده نشيله قبل ما نعمل الاكوزيشن. الكلام ده نعمله ازاي؟ خلينا نبص عليه مع بعض في السيكونس. السيكونس بتاعنا زي ما كنت بقول بحط فيه جي واي يعني اديشنال فري يعني بالس كده بتاع جريدينت جي واي في اي مكان، ممكن احطه هنا ممكن احطه هنا، بس اهم حاجه قبل الجزء بتاع الاكوزيشن، قبل ما احط الجزء اللي هو بتاع الجي واي الجزء بتاع الجي اكس، قبل ما احط الجي اكس اللي هو الجزء اللي هاكواير فيه السيجنال بتاعتي او هفورم فيه الايكو بتاعي بحط الايه؟ الجريدينت بتاع الايه؟ بتاع الواي ده هنا. لما بعمل ده هنا كده اللي بيحصل ان هو بيخلي فيه فاريشن في الارمور فريكونسي بتوين الديفرنت واي كومبوننتس، يعني كل واي هيبقى لها ديفرنت لارمور فريكوانسي. لو خليت البالس دي شورت يبقى معنى كده كل واحده فيهم اكيوميليت فيز مقابل للواي بوزيشن بتاعها بكام، فيبقى معنى كده لما اجي اكولكت الداتا بتاعتي هنا هكولكت الداتا دي بفريكوانسي معتمد على المكان نتيجه لوجود الجي اكس وفيز معتمد على المكان فانكشن في جي واي. اوكي؟ والكلام ده ممكن اكرره بقى عند ديفرنت فاليوز للجي واي عشان اكولكت بقى ديفرنت فاليوز اوف كي واي في الايكويشن بتاع التو دايمنشن فوري ترانسفورم. فيبقى معنى كده ان انا دلوقتي عملت انكودنج للاكس بوزيشن بتاعي عن طريق الفريكوانسي وعملت انكودنج للواي بوزيشن بتاعي عن طريق الفيز. المثال بقى اللي هديه هنا يبقى نفس المثال اللي انا كنت بتكلم عليه قبل كده، بس دلوقتي هحط بقى فيه الجزء بتاع الفيز انكودنج كمان. اوكي؟ فدلوقتي احنا حطينا هنا ده الشكل اللي هو من غير ما يكون في اي حاجه خالص، من غير ما يكون في اي انكودنج خالص، زي ما احنا شايفين كده مفيش اي حاجه حصلت، كلهم في نفس الاتجاه. لو حطيت انا جريدينت في الواي هلاقي ان انا هيبقى في عندي تغيير في الفيز ديبندنج على البوزيشن بتاعي هنا فين، لان انا دلوقتي لو كنت هنا هيبقى ماشي بسرعه اكبر، يبقى معنى كده هكولكت فيز اكبر. لو هنا مفيش فيز فاريشن عن هنا خالص، ان هنا في زيرو جريدينت، الزيرو بتاع جريدينت هنا في الجزء ده هيبقى فيه نيجاتيف فاليو، يبقى معنى كده هيبقى السبيد بتاعتي اقل، يبقى ايه؟ الفيز بتاعي هيبقى هنا. فبالشكل ده لقيت عندي في اتجاه الواي فاريشن في الفيز معتمد تماما على قيمه الايه؟ قيمه الجي واي بتساوي كام ومعتمد على البوزيشن بتاعي فين. اوكي؟ لو انا بصيت على السيجنال بتاعتي بقى، اوكي؟ السيجنال بتاعتي هيبقى عندي كل واحده من دول هيبقى لها ثيتا
او ملهاش او لها ماينس ثيتا حسب البوزيشن بتاعها بيساوي كام. ففي الاخر هيطلع لي الشكل بتاعي لما ابلاي بقى كمان الجي اكس كمان في نفس الوقت في الجزء بتاع الاكوزيشن، هلاقي ان انا دلوقتي بقى عندي كل نقطه لها يونيك يعني فريكوانسي وفيز كومبينيشن. يعني مثلا النقطه دي هلاقي عندها اوميجا نوت بلس و120 درجه فيز، هل في نقطه تانية هنا لها برضو اوميجا نوت بلس و120 درجه؟ لا مفيش، النقطه دي اوميجا نوت بس و120 درجه، النقطه دي اوميجا نوت بلس بس ماينس 120. فمعنى كده ان انا لو عملت كولكشن للديتا بتاعتي وبصيت على السيجنالز بتاعتي، بصيت على الماجنيتيود هيديني الانتنسيتي بتاعت الصوره اوكي اللي هي نفس الصور نفس اللي هي الصوره المفروض يبقى فيها ايه، لو بصيت على الفريكوانسي هتقول لي مكان النقطه دي في الاكس فين، لو بصيت على الفيز هتقول لي مكان النقطه دي في الواي فين. فيبقى معنى كده ان انا السيجنال اللي جات دلوقتي اقدر منها ريكونستراكت صوره، فاقدر دلوقتي اعرف الاكس والواي لكل واحده من الانتنسيتيز اللي جايه دي كام، واقدر ايه اعمل لها يعني بوزيشننج في الصوره بتاعتي بشكل مظبوط. الحاجه اللي لازم ناخد بالنا كويس قوي منها في الفيز انكودنج ان احنا عندنا كل مره بنعمل فيز انكودنج بفاليو معينه بحتاج اعمل ار اف اكوزيشن، بحتاج اعمل اكوزيشن مره يعني بحتاج ار اف بولس. فمعنى كده ان الاكوزيشن تايم بتاعي بيبقى معتمد على النمبر اوف فيز انكودنج ستيبس تايمز تي ار بتاعتي بتساوي كام. لو احنا بصينا لها هنا في الايكويشن بتاعتنا كده، احنا اتفقنا ان الجزء ده بيبقى كونتينوس فوريه ترانسفورميشن، فده مش محتاج وقت، ده بيأكواير في سنجل اكوزيشن. انما الجزء دوت انا كل مره بحط ديفرنت كي واي، يعني ببتدي هنا مثلا كي واي بتساوي مثلا ناقص 128 لغايه مثلا ناقص 127 لغايه 0 وافضل ماشي 1 2 3 لغايه 128 عشان اكواير 256 ستيب. كل مره بحط كي واي معينه عايز اعمل لها اكوزيشن بحتاج ان انا احط هنا فاليو للجي واي معينه عشان تجيب لي الكي واي اللي انا محتاجها دي، ومحتاج ان انا اعمل كولكشن لايه لكمبليت اف اي دي او كومبليت سبان ايكو عشان يعمل لي الكلام ده. فمعنى كده ان كل ما انا زودت عدد الفيز انكودنج ستيبس كل ما كان الوقت الاكوزيشن بتاعي بيبقى اطول. وتاني نلاحظ برضو ان احنا عندنا يعني بيسك احنا هنا بنخلي كل بيكسل كودد بديستينكت فريكوانسي وديستينكت فيز. فمعنى كده ان احنا نقدر نميز او نعمل ديسكريميشن سبيشال انكودنج للايه لكل واحده من النقط الموجوده عندنا جوه البلين اللي احنا عملنا له سيلكشن في السلايز بتاعتنا.